ما شاء الله تبارك الله، طبقنا صار جاهز مع الصوص، مقرمشات البطاطس ما شاء الله كريسبي من تحت ومن فوق، تحمرت جدا لذيذة. زي ما قلت لكم يعتبر سناك، يعتبر وجبة عشاء، لكن الوكاد إنها لذيذة بالمرة. تأخذون وتغطون بالصوص وتمتعوا بألذ كريسبي بطاطس بالوجود. ما شاء الله عليك تمام السهرة، برافو. شوفوا خواتي، من غير مقدمات كذا على السريع بسوي لكم طبق بالبطاطس بالمرة، يجنن ولذيذ بالمرة، مقرمش ويهبل. شوف هذا بطاطس اخترتهن حجم وسط، احط عليهن مويه واسلقها لين يستوون بالمره زين، طبعا بقشوره ما اشيل القشر، احطهن على النار لين ينسلقن، احطهن ينسلقن بعدين ان شاء الله ارجع لهم باذن الله. هذا خواتي ورق زبده للقلايه الهوائيه، تحطونه بشبك القلايه عشان ما يلزق الأكل ولا شيء. الآن أنا بحط البطاطس بالقلاية الهوائية، تطلع مقرمشة وش حلوة. شوفوا حبيباتي، على بال البطاطس ما يستوي بسوي معكم الصوص حق مقرمشات البطاطس. أحط علبة زبادي، علبة كاملة، أحط مايونيز، طبعا أي شيء ما تبونه لا تحطونه خواتي. أحط خيار قطعته صغير، أحط كذلك بصل مقطع صغير، لا إله إلا الله، أحط شبت، شوي شبت، وأحط شوي كزبرة، مو بكزبرة استغفر الله، بقدونس، وأحط فص واحد ثوم، فص ثوم، وأحط لا إله إلا الله ليمون، عصير نص ليمونة، شوي أورجانو، شوي أورجانو من أورجانو البهارات الإيطالية، وحركهم مع بعض. وهذا هو صوص مقرمشات البطاطس. شفتوا خواتي، هذا هو الصوص ما شاء الله صار جاهز، حطوه الحين بطبق، لا إله إلا الله، وقدموه مع مقرمشات البطاطس بالمرة لذيذ بالمرة، يعتبر سناك ولا وجبة عشاء، لكن الوكاد إنه بالمرة لذيذ بالمرة مو بشوي. شوفوا خواتي، لازم تكون عندكم مثل هذه، مثل الرعاصة هذه خواتي، عشان ترعصون البطاطس وينفرش معكم مضبوط. شفتوا كذا، طبعا انتم تحطونه بالفرن العادي، تحطونه بالقلاية الهوائية اللي عندكم ومتوفر، اذا عندكم ما بتحطوه بالفرن اذا ما عندكم قلاية. انا بحطه بالقلاية الهوائية اسرع، تتحمر من تحت وفوق. شفتوا ما شاء الله تبارك الله، شفتوا شلون فرشن. الحين أدر عليهن، الحين نرش عليهن زيت زيتون، شوي زيت زيتون عشان يتحمر معنا بسهولة، ياخذ نكهة الزيت، تصير إنها هبلل. أحط فلفل أسود، رشات من الفلفل الأسود، لا إله إلا الله، وأحط ملح، ملحوهن، واحط اورجانو، شفتوا رش عليهم رشه اورجانو، وادخلهم بالقلايه الهوائيه خواتي عشان يتحمرن باذن الله. اوريكم الشكل النهائي، شفتوا حطيتهم بشبكه القلايه الهوائيه، والحين ادخلهم يتحمرن. هذه الدفعه الثانيه، استنى الاولى تخلص عشان ادخلها هذه. شفتوا خواتي مقرمشات البطاطس شلون صارت كريسبي ومقرمشه وش حلوه. الحين حطوه طبق مع الصوص ما شاء الله تبارك الله، تمتعوا. زي ما قلت لكم يصلح سناك، يصلح عشاء، وجبة عشاء اللي أنتم تبون وتفضلون، لكن جدا لذيذة جدا. شفتوا ما شاء الله تبارك الله شلون اللون والتحمير. الحين خلاص أسكر عليها وأحطها بالطبق. تاخذون من البطاطس الكريسبي تغطونه بهالصوص، وما شاء الله علينا وعليكم بألف عافية، ما شاء الله تبارك الله.